اليوم رانا بصدد نحضروا في التربص الخاص بالمدربين، تربص كافسي برومي موديول، يعني الدورة الأولى اللي كانت ممتدة على 5 أيام. بدات من انطلقت من 9 أكتوبر حتى ل 14 أكتوبر. كانوا عندنا 30 متربص من مختلف الولايات الرابطة الجهوية، يعني 6 ولايات اللي هما سطيف، جيجل، أم البواقي، ميلاس، كيكدا وقسنطينة.